كيف؟ السلام عليكم. سلام اخوتي، لاباس. Brother, how are you doing? Alright? واش راكم خوتي؟ صافا شوية رياض ماما هي الشربة حبيبي، الشربة اخويا وراي الشربة حبيبي. والله اخوك راح يفطر اليوم بساندويتش حبيبي، والله اخويا اخوك اليوم يفطر بساندويتش يا حبيبي. مبروك، يصبر نفتح الاحتياط. صح ربي يحفظك. ماما انا بلوكاوني اخويا العزيز، والله ماما انا يعقوب يا اخو بارطاجيت لي مش عارف شحال، هاي بلوكاوني كاع، والله بلوكاوني كيف كيف. اللي يقدر يبارطاجي يبارطاجي على كل حال. المهم ان شاء الله تكونوا لاباس خوتي، ان شاء الله بيان. واش الحاله مع رمضان؟ واش الاحوال؟ كاش مغربكم؟ كاش مغربتوه؟ كاش امبيونس؟ كاش حبتك هون؟ هذه هي، هذه هي، وهذا هو. ربي معك خو، ربي يفرج عليك والزوجة الصالحة دير لك شربة والبطلة إن شاء الله. خويا العزيز ربي يحفظك حبيبي، والله تعلمنا كلش خويا، نطيبه ماشي ما نطيبه. أنا والله وحدي خو ندير شوربة، ندير مطلوع، ندير واش تحب خويا بورة. والله خويا العزيز أيا بصح ما كانش الوقت، والله اليوم خدام رياضك فاهم حبيبي، والله خدام فوق الفطور نخدم. أنا دوك شوية نبدا نبدا على السبعة فاهمني خو، نبدا على السبعة نكمل حتى 12 تاع الليل، ولا تسمى وقت الفطور نكون في الخدمة. يا ربنا يا كريم. عبد اللطيف سكرابي سلام ورحمه الله. خويا العزيز السلام عليكم. خويا عبد اللطيف حبيبي مرحبا بك. خويا العزيز واش راك؟ ناس المانيا انتي لاميلا ام كامينغ. مرحبا بك خويا، خذ راحتك خويا العزيز. صبري ربي يهنيك فلا، ربي يحفظك خويا صبري. الله يعطي قلبك خوتي، نضبط الله منا ونشوف حاجه ونعاود نرجع. المهم واش تحكيو لنا واش ما تحكيو لناش؟ نبيل سلام خويا، صافا وين راك خويا؟ رانا في لندن خويا العزيز، في شرق لندن، في احد الاحياء اللندنيه الشرق. السلام عليكم عبشوش الزين. سلام خويا العزيز، I mean to share. خويا خذ راحتك خويا بنتي. If you can share just try to do it. If you can't that's fine, it's not a problem man. We're just talking with our friends, with our mates here in the group. That's the most important. It's done bro, 70 share. You're so quick man. دير لكم العفسه هذيك تاع شير ديريكت خويا في البارطاجي، بصح هذيك اللي بلوكيوك بها كريم. انا درتها ليعقوب من قبل، والله خويا جربت من قبل ديك بلوكاوني حبيبي، بارطاجيت هكذا واحد 70 ولا بعد قعدت غير نكليكي شير شير. هايا طب احتصل الفيسبوك ديزاكتيفا كاع. عبد اللطيف الحمد لله ربي ورحمته، الفيسبوك كامل راه بكواغطو، كامل راه بكواغط اللي داروهم بالدراهم. سمطولي الفيسبوك يا زح، هادي نورمال. عبد اللطيف خو واش كيفاش هادو داروهم بالدراهم كوارط؟ والله ما فهمتك حبيبي، بصح نورمال حبيبي. والله يكذب عليك ما كاش لي عادي خويا العزيز. تا راه على بالي راك جديد كيما نقولوا، ما عندكش بزاف، وبالك البلاد اللي راك فيها ما لقيتش فيها راحتك. قصرنا خويا العزيز، وش فيه حكيت لي شويه. او تو كان نعاود نولي خويا ما
خليناش فاهمني يا خويا العزيز. ما تقلقش حبيبي فاهم، هذه الغربه خويا العزيز، فبا تقلق لها، فبا تقول ما عطاتنيش خويا باسكو ما تعطيكش مع الاول لك فاهم، حتى تطول شويه خويا وشوف ربي واش كاتب لك، قاعد بالك ربي ما واش كاتب لك كاع فما مكتوبك فاهم خو، كل واحد ربي واش كاتب له خويا العزيز، كي نقولوا لا تقنطوا من رحمه الله. هذه يا خويا العزيز لاميلا كواغط على البلاد، باسبور وبرمي هاي باسبور قال لك كارنازي ونار في البلاد ولات 250 الف يا خوتي، والله غير على بالك هذه استانة عن بالي امي حرش وعن بالي ما كاش منها يبان، والله غير كاينه منها اخويا العزيز، حيديروها تولي تخلص 200-2500 دولار باش يعطوك كارد ايدونتيتي اللي ما تحقهاش، ما عندك ما دير بها في البلاد فاهم خو، كيما قال لك الاخر تروح من الجي لقسنطينه تبع كف تبع ضرب بها البطاقه اخويا العزيز، وهنا يا سبحان الله وين الناس هنايا عايشين يخدموا كارد ايدونتيتي باطل اخويا العزيز، ودوروا كاع اوروبا اخويا العزيز، يدخل اي بلاد في اوروبا وعنده الحق يسقر فيها، عنده يخدم فيها، عنده لاسيرونس، عنده كل حاجه، دوروا ما يخلصوا حبيبي. Yes, where are you? Well, in London, exactly in east of London. في أحد الأحياء اللي ما فيهاش بزاف الرعاش، إحنا ما نحبوش من كاين الناس. هاي كنيسة، هذه كنيسة ديكو. هذه يا حبيبي. عرفت سلام خويا العزيز والسلام ورحمة الله. المهم هاي قابك خاوتي نشيكو غير الباتري شحال عندنا باش ما نقعدوش اونفون، هاي الحصان شوية مازال كاين خويا، الدنيا راهي شابة الله يبارك، ربي يحفظك خويا العزيز قاليتي الله يبارك، نسيم ربي يحفظك خويا نسيم ربي يحفظك. اروح ال باك شويه المهم قلت بالك لي ميساج واحد مانيش في الزبل تاع المانيا، هربت لهم راني في عاصمة السعادة امستردام زينة، ولا غير صح خويا عبد اللطيف خويا بدلت بلاد صاحبي، عندي سمانة من درت معاك في الالمان ديجا هربت خلاص خويا تلام نور ماكر صاحبي من المانيا. شوف المانيا خويا العزيز على حساب انا ما عنديش خبرة فيها، بس حكاية الناس اللي شغل عايشة فيها وامور تكون عندك كوارتك خويا تعيش بيان فاهم خويا العزيز، فاهم عيشة فيها ستريس نورمال، بصح فيها واحد اللي عنده كوارت فما يعيش بيان خويا العزيز، كيسيون تاع خدمة كيسيون تاع هما تقعد اللغة تاعهم شوية صعيبة، اللغة تاعهم مشكل، مي الواحد يتعلمها، الواحد اللي يستقر فيها عام 3 سنين يرفد اللغة تاعهم فهمت خويا. درت الهدة خويا عبد اللطيف، عبد اللطيف سمعي هذا كان في الألمان اليوم راهو في أمستردام تشوف يا صاحبي حبيبي، واش قريت في كوبنهاغن رياض خويا، والله قرينا أنا خويا العزيز، والله قريت خويا العزيز، ما تفكرنيش في القراية حبيبي، عباك تفكرني في القراية خويا العزيز، شغل طيح لي المورال فاهم، قصبك خويا قريت أنا درت إيكونومي خويا العزيز، من بعد درت سبيساليتي ماركتينغ، قريت ماركتينغ 4 سنين وأنا نقرا خويا العزيز. يونيك السلام عليكم خويا يونيك تيتو، سلام ورحمة الله، صحة رمضانك هذه واش بلاصة راك فيها، نعمل المقنع رانا في لندن خويا العزيز، ربي يكون معك يا خويا ربي يحفظك. ياسر واش خويا كش ما نافيكيت زلا يا خويا ياسر صار عليك يا حبيبي، أنا ماما في رمضان مناش الهضرة هذي حبيبي نقصر بك خويا، الله يبارك خويا اطلق روحك ربي يهنيك ربي يحفظك خويا، نمر المقنع خويا العزيز النمر المقنع يا السلام عليكم العزيز، سلام حمزة خويا على سلامتك حبيبي، وقتها تكون قاعد نجي نفطر عندك خويا، اللطيف حبيبي تقصد معايا خويا مروح محبب حبيبي
ولا تقصد واحد اخر في اللايف قلنا اخويا عبد اللطيف حمزه ان شاء الله تكون بخير ربي يحفظك حمزه والله الحمد لله اخويا موسى مصطيف خويا صحة طارق ربي يحفظك خويا صطيفي حاب نسقسيك خويا الواحد من يعشق الهضره الانجليزيه كون نجي لاوروبا نبغي نتعلم الهضره نورمال ولا لازم نتعلم نقرا ولا لازم نتعلم نقرا ثاني يا سيدو كل بلاد وكيفاش هي اللغه مليحه فاهم اي بلاد تروح ليها خويا العزيز كي تكون عندك اللغه تاعها وتعرف اللغه فماشي شرط تكون تعرف بيرفكت ما تعرف تعبر على روحك تعرف تهضر خويا تخرج للطريق فاهم خويا العزيز ما تبحرش من ومن بعد الامور تاع تولي تهضر مليح وكذا هذوك يجوا بالوقتك فهمني خو مي سي نورمال حبيبي كي يكون عندك اللغه تساعدك ويا من الافضل تعلم شويه لغه خويا العزيز تعلم على الاقل البلاد اللي حاب تحلاك حاب تروح فرنسا تعلم فرنسي حاب تجي لك جاي لهنا الانجليز تعلم لغه انجليزيه حاجه مهمه فاهم خو ام صغاري تورني في كليب نقرا جو شويه هذا واش ما فيلم ولا كليب ولا خويا ربي يهنيك يعطيك قد قلبك ربي يحفظك خويا ياسر يعطيك صحة دبلك كي تكون شابة خويا تدخل بها الانجليزي تقدر تهبط بها الجزائر خويا العزيز نسيم خويا العزيز واش نقول لك هاد الأمور قادر تهبط بها قادر ما تهبطش فيها الريسك فاهم قادر يحكموك قادر يفيقوا لك قادر ما يفيقوا لك كل واحد وكيفاش كاين ناس اللي هبطت بها كاين ناس اللي جامي تخاف الريسكي باسكو الدوبلات شغل حاجة فاهم ولا يحكموك بها خويا العزيز تدخل الحبس فاهمني تسمى إلا حكموك تهبط بها نقولوا البلاد خويا العزيز قادر دونجي بصح هنايا تسركل بها في اوروبا عادي خويا العزيز باش تهبط للبلاد فيها شويه ريسك خويا العزيز فاهم واش هاد الحومه يعني هاد الحومه ما كان والو يحبوا الناس يجوا هنايا يرسموا ما على باليش والله انا حاب نقلع جهاد واش هم يصوروا خويا صحة مليحة خويا صحتك ربي يحفظك نيفا في المضائع في البلاد في اوروبا كامل يحبوك في انجلترا والله عبد اللطيف صديق مو خويا العزيز والله خويا العزيز نقول لك حاجة عبد اللطيف كاين ناس جات هنايا وما عجبتهمش كانوا في فرنسا جاو لهنا ما عجبتهمش عاودوا رجعوا لفرنسا كاين اللي كانوا هنا وكاين اللي مش عارف كاين اللي جاو وعجبتهم استقروا فيها كل واحد وكيفاش خويا كاين اللي لقى راحته هي شوف من كوتي تاع الخدمة والامور الناس لقى راحتها باسكو واحد البلاد اللي يكون فيها خدمة شغل تلقى فيها راحتك فاهم الحاجة المهمة قاعد تكون تخدم وندخل دراهم هذاك هو الصح فاهم عندك باش تكري عندك باش تعيش عندك باش تاكل فاهمني كاين بلدان اللي هذه هي يا خويا الزباله كاين بلدان خير منهم خويا في المعيشه ولا صديقهم فاهم صافي لازم تعلم شويه انجليزيه كما تعلمت من قبل هذا خلاص تعيش نورمال بيان سير سيدو ماشي نقول لك لازم تتعلم انجليزيه تقولي تهضر كما الانجليز صح على الاقل خويا العزيز كي تروح تخدم ولا عمر تفهم واش يقولوا لك تفهم باسكو هما تقدر تخدم خويا العزيز كي تشوف نتاع كاع اللغه شويه واش حيخدمك يقول لك دير حاجه ما تعرفش ديرها فهمني تما مليح واحد حتى انت باش تنتقري ديك ما تعقدش لو كان تجي هنا وما تعرفش دير حاجه اللغه ماشي نقول لك تسلك راسك عادي تسلك راسك ودور على روحك بصح تطول شويه اخويا حتى ترفد شويه لغه واحد العام ولا عامين تبدا غير عاد باش تشغل تولي تخرج برا تهضر مع الناس باش تهضر قهوه تروح تشري دخان ما على باليش تولي هذاك وين تبدا تبوجي على روحك تما تضيع وقت كثير فاهم خو هاو جاك واحد اخر يفيني من الانجليز هادي والله ما على بالي شنو يفيلم الله اعلم ماشي فيديو كليب هذيك فيلم كاش موفي كاش كاميرا كاشي تاع رمضان ولا صديق بحال طول جيو راح نشوفو ملاك ماتريكس ثاني وشو ميتورنيو اليوم قام ميتورنيو هنا شبراي هوليوود
اليوم راهي هوليود من راهم يتورنيو من راهم يتورنيو ريكو خويا والاسبانية تم يستخدموها ما خلينا ريكو خويا ما يستعملوا الاسبانية هنا ما تكزيستيش كاع حبيب الاسبانية خويا ما تستعملش كاع اللغة الاسبانية هنا اللغة الوحيدة اللي يتكلموا بها هي الانجليزية الفرنسي ما يكزيستيش الالمانية ما تكزيستيش الاسبانيولية ما تكزيستيش الطاليانية ما يكزيستيش فاهم اسبانيول اسبانية باك تهضر معاهم على الاسبانيول بصح اللغة المستعملة هنا اللغة الانجليزية خويا لازم سلام خويا باتريك ولا كان تقدر تروح صور راح خويا خدمة معيشة كلش خويا راه ولدم خو لا كان تقدر تروح سويد راح خويا خدمة معيشة كلش خويا سويد مليحة بصح فاهم شفية واحد يكون حراق والأمور خدمة ماشي سهلة ومليحة في المعيشة كاستيو معيشة ومستوى المعيشة تاعهم مليحة وبلاد فيها شوية برد بلاد بردة سويد اللي فيه سكونديناف باردين شوية صافي جد ما نضيع وقتي تم هنا نتعلم خير باه كي نجي نتوما نسلك روحي يا خويا خويا العزيز عندك الحق كان العزيز تعلم خويا العزيز اللغة مليحة تساعدك بزاف تعاود تعلم خاصة اللغة الإنجليزية حاجة مهمة بزاف خويا العزيز حتى لو ما فادتكش في الهجرة تفيدك في حياتك في الإطار على باليش خويا تفتح لك بزاف بيبان صحة نضانك خويا الجوع ولا حبت أخويا راني طافي والله غير كيف كيف عبده والله غير النهار طويل حبيبي وهنا مازال واحد هاي 6 ونص دوكا مازال 7 ونص 8 ونص مازال 2 سوايع ونص خويا بشي يا اذا عندنا 9 يا خويا ربي يحفظك ربي يحفظك خويا العزيز راني نتحلكم ما كاش طريق منا لازم ندور صح الله نديكم تشوفوا حاجة شابة خاطر هنا تاني عندنا 6 ونص اي وقت واحد خويا العزيز الانجليز مع البلاد وقت واحد خو كفاهم وقت واحد ما كاش ابار في الشتاء تولي ما بونسي نتوما تولي ما بونسي علينا الشتاء هنا ينقصوا ساعة في الشتاء فاهم هذا ما كان صح عندكم تشوفوا واحد واحد العفيسه سيد وربي يحفظك بارك الله فيك خويا عطيني كاش نصيحه صاحبي صحني ليا كيفاش ندير سيد العزيز واش ننصحك واش من كوتي خويا العزيز تحب ننصحك ما فهمتكش خويا العزيز Ah, c'est bien. Music, a fan of. How are you? Hello, face the man. How are you, Bob? Are you here for this guy? Are you here for this? Yo, brother, I'm here. I'm back to London, France, Algeria, Tunisia. Respecteur Tahan. Zid gonna be happy. Zid. Eid Mabrouk. Ramadan. Well, I'm still. Eid, you're right. Je vais aller voir là. Okay. You're still living in. والله خالتي سمحونا عيطونا في تليفون. لا غالب. كوبر لايف. على كل حال المهم باسبور تولي بيساج الله ما قريت تسمحوا لي خوتي والد سؤال عليك ربي يحفظك ويا رياض حبيبي الدوسي يا تدفع اوريجينال بليس كوبي تاعو بليس تراديكسيون تاع الاوريجينال بليس كوبي
الباسبور بتاعه تسمى كادوسي بيبي دوسي تاع اوريجينال الباسبور بتاعه بس تراديكسيون تاع الاوريجينال. لا لا شوف رياض صاحبي تدفع سي نورمال تدفع الاوريجينال حبيب انا في وقتي هاك فاهمني خويا رياض دوك الله اعلم تبدلت ماشي دوموندي الاوريجينال ماشي الاوريجينال هما يسكانيوها انا واش كنت ندفع خويا تدفع الاوريجينال فاهم حاجه الاولى تدفع الاوريجينال سي نورمال والفوتوكوبي تاع الاوريجينال وتراديكسيون هذا ما كان ماشي تراديكسيون الفوتوكوبي تاع تراديكسيون تراديكسيون وحده فاهم خويا العزيز تما 3 دوسي تدفع كاين اخويا العزيز تما ماشي 3 دوسي تما الاوراق اللي يدلهم تراديكسيون تدفع الاوريجينال تاعهم ولا تراديكسيون والفوتوكوبي تاع تاع الاوريجينال فاهمني خويا العزيز دونك اسكو تبدلت ولا ما تبدلتش الله اعلم والله ما عنديش زعما مانيش اجور كيما نقول لاس بيكتير طاح شفتي وليد خويا حبيبنا التونسي هذا سابا بصحتكم خاوتي صحة رمضان صحة رمضان خويا أسامة خويا ربي يحفظك بيبي صحة رمضان خويا الأساس How are you bruv? You right? رياض nice weather right? والله رياض صعبة خويا العزيز اليوم مغيمة الحالة اصبر نوري لك ها والله خويا ها حالة مغيمة بيبي ما كاش الشمس بصح صعبة شغل الحال بيان ما كاش البرودة شوية بيان شغل مليحة ما تعطش ريمو خور انا في لندن خويا العزيز خويا جو باهي كريم ولا بيان خويا العزيز اليوم الحمد لله والله رحمة ربي خويا الله رحمة ربي خويا العزيز خويا مالك سيد وتكل على ربي خويا العزيز خدمة مليحة هنا I'm going to work, I'm so sorry, unfortunately. Have a good time, yeah? Every Friday. فهمني خويا سيد كل على ربي خويا العزيز عزيز حكينا شويه ولا رمضان خويا العزيز شويه صامتك فاهم ما كاش زعما رمضان كيما حنا في البلاد عمر على الخدمه عمر انا الله خدام خويا العزيز تما في وقت الفطور نكون خدام نكون خدام شويه ما فاهم رمضان شويه هنايا تحس لها شويه حاجه gonna cool ايه واش لابس هذاك وا صاحبي غادي يديها غير ماشي عمر والله انا نمشي عمر حبيبي مابقاش بزاف الله يسحق ويعطينا نصيحة من الله
يا خويا سيدو شوف خويا العزيز ما تخ... انت راك في البلاد خويا العزيز راك تخمم واش تخدم واش حتخدم وكيفاش الخدمه المليحه وكيفاش تبدا الخدمه خويا العزيز. اول حاجه خويا العزيز خمم كيفاش تجي، خمم كيفاش تدفع تاشيره، كيفاش يعطوك الفيزا باش تجي البلاد هذه، باسكو البلاد هذه لازم لك تاشيره باش تدخلها، باش تدخلها حراج ولا شويه صعيبه خويا فهمني. هذه هي الحاجه الاولى، كي تلحق لهنا يا خويا العزيز ما الامور تسهل لك فهمني. خمم انت هي الحاجه الاولى كيفاش تجيب الفيزا، ما الامور تاع الخدمه والامور تاع العمل وكيفاش نخدم واش نخدم وشحال نخدم وشحال نخلص واش نخلص، هادو كيجيو خويا العزيز كي تكون هنايا فهمني. او هذا مسجد، ها نوريكم مسجد، هذا مسجد صغير هنايا محمد ربي يعاونك وصحة معاك، ربي يحفظك خويا محمد، كي تشوف هكذا تحس روحك عايش نوعي بلونت ربي يحفظك رياض خويا. اش نقول لك بيبي الله نورمال خويا العزيز ما نوري بلون ما والو بيبي كيف كيف ماشي كيف كيف شي نورمال خويا العزيز بصح فاهم كل بلاصه وكيفاش. حاب نقول لك اسامة معليش زوزي هنايا في البلاد وما كانش الريحة تاع رمضان اللي نفيت والله اسامة على بالي خويا العزيز ما عنديش بزاف ملي ما نقولو خرجت من البلاد ولا فاهم عندي غير عامين صح صح خويا العزيز حتى في البلاد كما كتقولو الريحة تاع رمضان نقصت ماشي كيما كانت العوام اللي فاتوا والامور ما بالك تكون هنايا. هنا لا لا هنا ماشي كيستيون ريح، هنا ما كاش كاع اصلا ريحه رمضان ما كاش فاهم. كاين سارت الظرف حومات من كاين مسلمين من كاين العرب تحس شويه فاهم شغل تشوف ناس صايمه ولا تشوف الجوامع معمرين يصلوا تراويح والامور بصح حوايج واحد اخرين والله خو ما كاش كاع ريحه حبيبي. انيس يا خويا قيمنا الله اسمح لي انيس خو والله الميساج تاعك ما شفته بيت والله اسمح لي خويا انيس بارك الله فيك وصحة طارق وصحة رمضان وشكرا جزيلا ربي يحفظك سيدي ويعطيك الصحة حبيبي المزية خويا العزيز صحة طارق. هذه هي How are you doing, man? You alright? Yeah. You recording? Yeah, man. Yeah, you're Moroccan? You're live on Facebook, yeah. You're Moroccan, isn't it? Yeah, yeah, yeah. Not Moroccan, Algerian, bro. Algerian, yeah. Facebook live, yeah? Yeah, man. Gonna be in the live. Assalamu alaikum. Taish, Taish. Taish, habibi. المهم خاوتي يعطيكم الصحة لويس سلام خويا كيفاش رحت يا خويا والله سمحوا لي خاوتي لازم نكون في اللايف ما بقاليش بزاف لا باتري. السلام عليكم خويا المهدي واش مكان معاك تصور بها والله تليفون عادي خويا ايفون حبيبي بك شوف قرب الخدمة وخدمتين دولة فقط بالنزلة بيه الدفش عامل توبي دفكا يا عبدي عليك يكون كاين الوقت بيبي والله ما كاين الوقت خويا على اساس كاش الوقت خويا العزيز صحة بعد الفطور ان شاء الله خاوتي. المهم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم صحة طاركم ليكيب ونتلاقاو ان شاء الله في ساعة الذهاب. صحة طارق كيفي اسامة يا خويا صحة طارق صحة رمضانكم صحة طارق يا رؤوف وسامة رياض قاع صحة طاركم ليكيب ويعطيكم الصحة ونتلاقاو العشية ولا غدوة إن شاء الله. هيا سلام عليكم.